اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الاعزاء عبر شاشه تلفزيون السلام، معنا في الحلقه الجديده من برنامج اهل رمضان. اليوم حلقتنا مميزه برعايه كريمه من مسابح ومنتزه تل ربيع حزبة ناصر باداره ايمن الشلبي وجمال حديده ابو اسلام، نوجه لهم الف الف تحيه. دائما في هالمسابقه اكيد الاجواء الرمضانيه حاضر، الناس حاضرون معنا والاسئله والجوائز حاضره مع مسابح ومنتزه تل ربيع. الشكر كل الشكر لهيئه التوجيه السياسي والوطني على احضارها واعدادها لنا لهذه الاسئله في هذه المسابقة. خلينا نشوف الأجواء الرمضانية ونحكي عن تل الربيع، مسابح ومنتزه تل الربيع، الجلسات الهادئة، المسابح المغلقة والمفتوحة لكلا الجنسين ولكافة الفئات العمرية، الألعاب والمأكولات والمشروبات بانتظاركم في مسابح ومنتزه تل الربيع. نشوف الأجواء، كونوا معنا مشاهدينا وين ما كنتوا، أكيد في برنامج أهل رمضان برعاية كريمة من مسابح ومنتزه تل الربيع. عنوان الجلسات الهادئة في محافظة طول كرم، متواصلون معكم وأكيد في مقابلات وجوائز متواصلة. كل عام انت بخير. كل عام انت بخير. انت بخير وصحة سلام. تعرف عليكم؟ إيمان من مخيم تركرم. اهلا وسهلا فيك. تعرف عليك؟ رشا. اهلا وسهلا فيكم. اولا اجواء رمضان كيف شايف؟ والله منيح الحمد لله. حلوه؟ عجبتكم هاي السنه؟ اكيد الحمد لله. تمام التمام. وبالتالي يعني بهاي الاجواء انتم اليوم شو عاملين هون في السوق؟ بتتسوقوا؟ بلشتوا للعيد ولا لسه؟ بنبلش للعيد. بلشتوا؟ تمام التمام. يلا ان شاء الله بيكون علينا هالايام ايام خير وسلام. طيب اليوم احنا في عنا برنامج اهل رمضان عبر شاشه تلفزيون السلام برعايه كريمه من مسابح ومنتزه تل الربيع، بتعرفوا؟ نعرفه. رحتوا عليه قبل؟ وين موجود في طول كرم؟ عزبه ناصر؟ بعزبه ناصر. بعزبه ناصر اكيد. شو المميز في تل الربيع؟ مسابحه والعابه حلوه، قعداته اكيد، وبالاداره الجديده مع الاخوه ايمن الشلبي وجمال حدايده اكيد مسابح ومنتزه تل الربيع اليوم عنوان للجلسات الهادئه. طيب خلينا نسالك سؤال، مش مشكله يعني خلينا نتواصل شوي، خلينا نسالك سؤال بتجاوب عليه صح بتاخذي معنا جائزه. شيخ جليل قائد حركه حماس ضد الاحتلال الصهيوني افرج عنه من سجون الاحتلال، اغتاله الاحتلال بواسطه مروحيه عسكريه بعد سلطات احمد ياسين، يعني ما كملش؟ لا ما تكملش. ما كملش؟ لا ما تكملش. إجابتكم صحيحة، ربحتوا معنا جائزتكم أكيد من مسابح ومنتزه تل الربيع، من هناك من المسابح ومنتزه بتصرفوا الجائزة. شو بتقول لمسابح ومنتزه تل الربيع؟ كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. أهلا وسهلا مشاهدينا، أكيد بتواصل معكم في المسابقة المميزة دائما وأبدا مع مسابح ومنتزه تل الربيع، بنوجه لهم كل التحية دائما وأبدا أكيد من هالبرنامج. أهلا رمضان، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، صحة سلامة. تعرف عليك؟ حازم أبو مريم. أهلا فيك يا حازم. حازم كيف شايف اجواء طول كرم رمضان؟ فيش احسن منها، اكثر من هيك عبث يعني. حلوه بتجنن. شو انت اكثر شيء بتحبه في رمضان؟ اكثر شيء بحبه رمضان الصيام. الصيام؟ الصيام من الصبح من الصبح لل... مش صومة العصفور يعني؟ لا من صومة العصفور. طيب تمام، اهلا وسهلا فيك معنا في برنامج اهل رمضان دائما وابدا عبر شاشه تلفزيون السلام. مسابح ومنتزه تل الربيع بتعرفهم؟ بعرف ايش غيره. وعمرك رحت عليه؟ دائما بدار جمال حدايده. بدار جمال حدايده وايضا ايمن الشلبي، نوجه لهم التحيه الاثنين. اثنين تحيه لكم يا ابو اسلام وايمن الشلبي. كل الاحترام لك. سيادتكم. الله يخليك. توكل على الله يسعدك. طيب شو المميز بمسابح ومنتزه تل الربيع؟ الاجواء الهاديه، القعدات، المسبح بشكل عام، الطاقم اللي عنده. أكيد. كل شيء فيه مميز. اكيد مميز جدا، مسابح ومنتزه تل الربيع زوروه خلال هذا الموسم وستجدون ما ترتاحون اليه. طيب في سؤال لك، صوره. تفضل. صوره بتعرفها بتجاوبها بتاخذ جائزتك من مسابح ومنتزه تل الربيع. ماشي. يلا اول شيء ورجي الصوره لمين؟ الصوره مع خيارات. شو ورجي الصوره اول شيء؟ تمام؟ هاي الصورة شافتها الكاميرا، هسا انت خيارات. من هذه الشخصية؟ هاي الشخصية؟ مين هاي الشخصية؟ شخصية قائد وطني. قائد وطني؟ من قادة حركة فتح. حركة فتح. طيب خيارات؟ خيارات. هل هو أبو جهاد خليل الوزير؟ شوي ركز معي، أبو جهاد خليل الوزير، صلاح خلف أبو إياد، أم أبو يوسف النجار؟ يوسف النجار. أبو يوسف النجار يا وردي. أبو يوسف النجار. أبو يوسف النجار. أبو يوسف النجار.
إجابة نهائية؟ نهائية خلص اللي ربح. إجابتك صحيحة، ربحت معنا جائزة أكيد بالمسابح ومنتزه تل الربيع. شو بتقول له؟ ألف ألف مبروك وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا حبيبي. متواصلين معكم مع مسابح ومنتزه تل الربيع، الجلسات الهادئة والمسابح لكافة الأعمار ولكلا الجنسين دائما وأبدا في مسابح ومنتزه تل الربيع. كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. تعرف عليك؟ هي مصاروي. أهلا وسهلا فيك، من وين؟ من عتيل. أهلا وسهلا فيك. كيف شايفة وشو الأجواء الرمضانية في طول كرم؟ الحمد لله حلو منيحة. تمام تمام الحمد لله. شو اليوم عندكم جولة هنا تحضيرات للعيد ولا هيك؟ للعيد والله. للعيد يا ستي، إن شاء الله الله بيجعله علينا عيد مبارك باليوم والبركة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مسابح منتزه تل الربيع سمعتي فيها؟ يعني هي موجودة في طول كرم عزبة ناصر أكيد، مجلسات هادئة، مسابح منتزه تل الربيع بشكل عام يعني مكان هادئ جدا، بتغير الجو بس على المسابح. إن شاء الله. إن شاء الله بتزوريها. في لك سؤال؟ تفضل. إذا بتجاوبي صح بتاخدي معنا جائزتك من مسابح منتزه تل الربيع. مستعدة؟ تفضل. طيب بتاريخ 9/4/48 يعني بالنكبة، كانت عصابة الأرجون الصهيونية أو قامت عصابة الأرجون الصهيونية بمذبحة ضد الفلسطينيين بإحدى القرى الفلسطينية وقتلت 250 فلسطيني بينهم أطفال وشيوخ ونساء، ما اسم هذه القرية؟ أششوكا. دير ياسين. أنا اللي جاوب. متأكدة؟ يلا متأكدة. إجابتك صحيحة، دير ياسين الإجابة الصحيحة أكيد، مجزرة الأرجون الصهيونية ضد أبناء شعبنا في دير ياسين. تفضلي هي جائزتك من مسابح منتزه تل الربيع، شو بتقولي لهم؟ كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. وأنت بألف خير. يعطيك العافية. أجواء رمضانية متميزة جدا، لكن الأحلى بهالأجواء إنه نكون دائما وأبدا بزيارة لمسابح ومنتزه تل الربيع عزبة ناصر بإدارة أيمن شلبي وجمال حديد أبو سامر، نوجه لهم كل التحية. كل عام بخير. أنت بخير وصحة وسلامة. تعرف عليك؟ هذا السريد من طول كريم. أهلا وسهلا فيك. كيف شايف الأجواء هون؟ الوضع هادي، الاقتصاد تعبان شوية. تعبان شوية. أيوة. بس يعني والناس بتشترك عادي. تمام أكيد أكيد، يعني بنتمنى إن شاء الله خلال الأيام القادمة وصولا إلى عيد الفطر السعيد تكون الأيام أفضل وتكون الأمور والأوضاع أفضل وأفضل إن شاء الله. إن شاء الله هاي أمنيتنا. طيب مسابح ومنتزه تل الربيع تعرفها؟ صحيح. عمرك زرتها؟ طبعا ابن طول كرم أنا. أكيد ابن طول كرم، وابن طول كرم ما في واحد من طول كرم ما زار مسابح ومنتزه تل الربيع. شو الحلو فيها؟ المسابح وكل شيء مرتب يعني. جلسات تمام؟ صحيح. وعلى فكرة مسابح منتزه تل الربيع فيها المأكولات على كافة أشكالها وأنواعها، وأيضا المشروبات الساخنة والباردة والألعاب لأطفالكم، زوروها واستمتعوا هناك في مسابح منتزه تل الربيع. رح نسألك سؤال. تفضل. بتجاوب صح بتاخذ جائزتك. مستعد؟ هو من مدينة قلقيلية. بطل الجبل في أحراش جرش بالأردن، صاحب مقولة نموت واقفين ولن نركع، استشهد بتاريخ 27/7/1971 في أحراش أو جرش، فمن هو؟ في خيارات؟ ده خيارات مباشرة؟ طيب هل هو الشهيد كمال ناصر أم الشهيد أبو علي إياد أم الشهيد أبو علي مصطفى؟ أول واحد. كمان مرة، كمال ناصر، أبو علي إياد، أبو علي مصطفى. كمال ناصر. أستاذ أبو علي إياد. أبو علي إياد. أنا شو؟ أبو علي إياد. بدك ترد عليهم؟ أنا برد عليك. شوي 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 شوي. السؤال له لحد الآن، بدك ترد عليهم؟ أبو علي إياد ولا كمال ناصر؟ كمال ناصر. كمال ناصر. طيب تعال. شو أنت بتقول؟ أبو علي إياد يا عمي. ثاني واحد قلته أبو علي ناصر. أبو إياد. خربطت كل الخيارات. عيد من أول الخيارات كمان مرة. كمان مرة. الشهيد كمال ناصر، الشهيد أبو علي إياد، الشهيد أبو علي مصطفى. أبو علي إياد. أبو علي إياد. متأكد؟ بس متأكد. جواب نهائي؟ يعني ولد مخيمات. كمان مرة السؤال، لأنه في ناس بيسألوا. هو من مدينة قلقيلية، بطل الجبل في أحراش جرش بالأردن، استشهد بتاريخ 27/7/1971 في أحراش جرش، صاحب مقولة نموت واقفين ولن نركع، من هو؟ أبو علي إياد. أبو علي إياد. الجواب الصحيح، عندنا جوابين، كمال ناصر وأبو علي إياد، لكن الجواب الصحيح هو أبو علي إياد. أكيد إجابة صحيحة، ربحت معنا جائزتك من مسابح ومنتزه تل الربيع. أنا آسف منك يا إيهاب، بس لكن أنا حاولت إنه أقنعك ترد عليهم ما رضيت. كل عام وأنت بخير يا إيهاب. أنت بخير. كل عام وأنت بخير. شو بتقول لمسابح ومنتزه تل الربيع؟ كل عام وأنت بخير وإن شاء الله لقدام وتستمر إن شاء الله. مشاهدينا متواصلين معاكم أكيد، أجواء رمضانية مميزة مع الأهل هون في محافظة طول كرم ومع زوارهم من مختلف مناطق الوطن. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أهلا وسهلا. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. أهلا بك. تعرف عليك؟ أنا عمران من الطيبة. أهلا وسهلا فيك. وحسن من الطيبة. أهلا وسهلا.
وسهلا فيكم. اولا اهلا وسهلا فيكم طول كريم. اهلا وسهلا. كيف شايفين الاجواء؟ والله منيح حلوه حلوه. اه عشان هنا حلوه، اجواء حلوه كثير واحلى من الطيب اجواءها. احلى من الطيب بكثير. شو رايك انت؟ اه ما شاء الله اجواء رمضانيه حلوه. تمام، نشكر اللي سدد لنا 100 شيكل. غريبي يعني غريبي منيحه، قلت لك الاجواء منيحه 100 شيكل. انا رمى 100 شيكل يا جماعه، جيبوا لي. طيب اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اليوم احنا عندنا مسابقه اسمها لرمضان عبر شاشه تلفزيون السلام برعايه كريمه من مسابح ومنتزه تل الربيع في طول كريم. كنتوا سمعتوا فيها؟ صراحه لا. صراحه لا. طب انا بدي اعرفكم عليها. هي المسابح هاي موجوده في عزبه ناصر، مش بعيد كثير من هون ولا بعيد عن المدينه. مسابح متميز جدا، قعدات هادئه لكلا الجنسين، يعني شيء فاخر من الاخر. يعني في مشروبات وماكولات وكل شيء، غير طبعا بالاضافه للالعاب الترفيهيه للاطفال. ان شاء الله ان شاء الله بالظروف. عزبه ناصر اسالوا عنها مسابح ناصر. خلص بنتذكر ان شاء الله. مسابح ممتازه ان شاء الله. ان شاء الله كمان في هنا بطاقه معك. اه بدنا بطاقه اكيد نعرف نوصلها. اكيد اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. طيب خلينا مع بعض عشان نساعد بعض. سؤالنا لكم سؤال بسيط جدا. طيب هو سؤال فلسطيني بحت، يعني ممكن انتم ما مر عليكم بس انا راح اساعدكم فيه. تشكلت الجبهه الشعبيه الديمقراطيه لتحرير فلسطين بتاريخ 22/2/1969 على يد الزعيم القائد من؟ من شكل الجبهه الديمقراطيه؟ مصطفى علي؟ لا مش ابو مصطفى. مصطفى علي لا. اعطيك خيارات، هل هو الدكتور جورج حباش ام احمد حسن البكر ام الدكتور نايف حواتمي؟ نايف حواكلي. نايف حواكلي. اجابه نهائيه؟ اجابه نهائيه. اجابتك صحيحه، ربحت معنا جائزتك اكيد من مسابح ومنتزه تل الربيع. تفضل هي الجائزه. شكرا شكرا يا رب. الله يسعدك، زور مسابح ومنتزه تل الربيع ان شاء الله، راح تستمتع هناك. كل عام ان شاء الله وانت بخير. كل عام بخير. اهلا وسهلا. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم مع مسابح ومنتزه تل الربيع، اكيد عزبه ناصر طول كرم باداره ايمن الشلبي وجمال حديده. مسابح ومنتزه تل الربيع، الجلسات الهادئه والمأكولات والمشروبات اللذيذة دائما بانتظاركم، بالإضافة للمسابح المغلقة والمفتوحة لكافة الجنسين أو لكلا الجنسين وكافة الأعمار دائما وأبدا. مسابح ومنتزه تل الربيع على العنوان للسياحة والترفيه. مشاهدينا شفنا الأجواء الرمضانية أكيد في الحلقة المميزة. دعونا نشكر هيئة التوجيه السياسي والوطني على إعدادها للأسئلة التي رافقتنا خلال هذا البرنامج. دائما وأبدا اللقاء سيتجدد بكم، ودائما لنا لقاء آخر لنقول لكم نستودعكم الله وإلى اللقاء.